يا حب اللي غاب. أنا كمان كتير. بس الفنانة تحب تغني أحلى؟ يعني الإحساس موجود. لا الإحساس موجود. لا يعني حتى أنا قبل يعني عندي بيتضاعف. يعني عندي أغاني قبل كمان يعني غنيتهم بإحساس كتير. أنا بس فوت على استوديو بعيش حالة الأغنية مثل ما هي. هيدا الجواب تعطيني إياه بالمنطق. هون بتقولي لي غير شيء. هون قلب ما في منطق. لا شو بيقولوا لي القلب منطق لا يفهم منطق. لا أكيد يعني بصير في هيك إحساس زيادة هيك. أي أغنية حسيتي من أغانيك بإحساس جديد؟ بإحساس جديد أي أغنية حسيتي من بعد ما بلشت تحبي إنه هيدي الغنية فيني ضخ فيها إحساس أكثر؟ شو ضخ كلمة بشعة؟ فيني أعطي إحساس عيش إحساس جديد. أي أغنية يعني ما يعني ما في غنية هيك اختارها هيك غنية معينة. يعني الإحساس موجود لكل الأغاني. بدك ترجع ولا شو؟ زعلان مني بالله شو؟ عيونك هن شو بالظلم والبادي أظلم. بدك تذكر ولا شو؟ أنا بدي لك يا روح شو؟ بدك تسكت ولا شو؟ بعرف. غنيتي غنية شو هالحلا؟ شو بتعرفي غير؟ بعرف كتير. شو؟ لنجوع. شو؟ ليش دايما بضحك قبل ما اغني؟ لما الفنان بيضحك قبل ما يغني هيك بصير بحب الأغنية. قول انت شي. خليك على الأرض. اوكي خليك على الأرض. ام
خليك عالقرب ما تعلى كتير ما في طاير علّو إلا وقع بكير خليك عالقرب ما تعلى كتير ما في طاير علّو إلا وقع بكير عالمي جاي تتكبر على قلب علّك وكبر على مين جاي تتكبر على قلب علّك وكبر بالحب ما فيها أسمر لصغير ولا كبير خليك علّك حلوة كتير ايوه على قد بعدك عم تعملي فوكاليز عند استاذ فؤاد عواد عم تروحي من وقت لوقت على طول بجمعة ساعتين اكيد اذا كنت موجوده بلبنان بس اذا كنت مسافره ما بيحلفني الحظ غني شيرين عبد الوهاب غنت لك هي شو غنت شيرين خصمك شيرين اكيد بغض النظر انه صوتها واحساسها بياخذوا العقل يعني هضمتها مغطيه مهضومه وعفويه واللي بقلبها على راس لسانها يعني على فكره يعني انا ما بنسى وقتها شيرين بفتره الحرب اتصلت فيي وسألت يعني عني وعن أهلي كلهم وقالت لي إنه ليه ما بتسافري ليش بعدك بلبنان وهيك إنه تعوا هيك كلكم أنا بحب يكون في هيك يكون في صداقة وتواصل بين كل الفنانين لأنه نحنا ما بيجمعونا إلا يعني إلا بالمصيبة على طول إذا في مصيبة تعوا في غنية موحدة اجتمعوا كلكم انت غني هالجمله انت قول هون هالكلمه انت قول هون بيجمعونا كلنا انه ليش يعني لازم مثل ما بالمصيبه بنجتمع نجتمع بالفرحه كمان انه على الحلو على المر فشيرين اطمنت عني شيرين عبد الوهاب قالت بدها مدير اعمال مثل جيجي لامارا ما بتلاقي صعب بركي جيجي قال انه ايه وشيرين كمان بساله وشوف انا بعرف انه في كثير فنانات هلا يعني هلا يعني متمنين انه جيجي يكون معهم جديد يعني هلا واسماء كمان معروفه بس كمان شايفين متمنين يعني بصيروا يقولوا انه بدنا اياك تكون مدير اعمال وهيك بتغاري اذا جيجي لمارا كان مدير اعمال بدي اقوله كمان ما مش لعلمي هو خبرك لا وما خبرني هني خبروني اوكي ليه قلتي بدقوله كمان شو لازم تعرفي؟ لا زلمة بزنس من مدير لا عمل. بس لأنه كلمة جديدة يعني هيك سمعتها إنه بدقوله ما يعني قاله بالعادة مثلا يخبرني مثلا إنه حدا دقله قال كذا بس مشان هيك سألت تزعلي دغري بتدبلي بس حدا يجيب سيرة جيجي لمارا إنه بده يعمل شيء لغيرك دغري بت لا إذا عنده وقت اكيد اذا عنده وقت بس هو لي انا وانجا وانجا فاضي يعني لي انا وانجا يعني بيبقى كل النهار يعني والسفر والشغل وهيك شو عم بتقطعي الطريق عليهم من الكل يعني اذا حدا عم يسمع شو المراسله جيج هيك مش انا بقولها هو هو يعني مش انا بقول هيدا الشيء هو دغري ما عنده وقت انا Are you good?